الماء من أعظم الصدقات. فإن قال قائل من أين أتيتم بأن الماء من أعظم الصدقات؟ قلنا أولا آية الأعراف أن أفيضوا علينا من الماء، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق وأعلم الناس بالشرع. جاء سعد بن عبادة أحد كبار سادات الخزرج وأخبره أن أمه ماتت وهذا محب لأمه وهو سيد قادر على الإنفاق، قال يا رسول الله أينفعها أن يصل الثواب إلى القبر وهي ميتة؟ أينفعها إن أنا تصدقت عنها؟ قال نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا موضع الشاهد وعليك بالماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الماء هنا تسمية، قال وعليك بالماء، أي إن أردت أن تتصدق عليك بالماء. ونحن نعلم يقينا في زمن النبوة لم يكن هناك ماء يباع، لا يوجد ماء يباع لا في قوارير ولا في آنية ولا في فخار ولا في غيرها، إنما الماء عندما يقول عليه الصلاة والسلام وعليك بالماء المراد حفر الآبار، لا يخرج الحديث إلا إلى هذا وعليك بالماء أي حفر الآبار. من الأدلة على أن الماء من أفضل الصدقة أن الشرع يأتي بالعمل بفعل شرط ويأتي بجواب الشرط، من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا، من قال كذا له 10 حسنات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بئر في المدينة موجودة إلى اليوم اسمها بئر رومة، كان ماؤها عذبا وكان الصحابة يحبون أن يشربوا منها لكنها كانت ملكا لغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام من اشترى بئر رومة فله الجنة. فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه واشتراها حتى يستقي منها المؤمنون. فلما ضيق على عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن كبر وأصبحت الخلافة إليه وجاءه الثوار من مصر والعراق وحاطوا بيته وأرادوا قتله في القضية المشهورة، افتخر وعثمان صحابي جليل عمر يعلم هدي القرآن يعلم هدي النبوة، عندما يأتي يفتخر يعرف ماذا يفتخر، افتخر بأمرين، افتخر بالأمر الأول أن يده كتبت المصحف، فلما ضربوه بالسيف سقطت يده وأصبحت في الأرض، فنظر إليها وهو يقول والله إنها لأول يد كتبت المفصل، المفصل الجزاء الأخيرة من القرآن، يعني لا يعيبني هذا عند الله، أنتم أخذتموها لعتوكم لاستكباركم. ثم خرج على الناس وأطل والناس ينظرون يبصرون ماذا صنع الناس بعثمان، قال أما تشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فله الجنة وأنا اشتريتها؟ فافتخر على الناس. هو الافتخار هنا ليس معناه العلو وإنما المقصود براءة الذمة، لما حاط به الثوار ودخلوا في دينه وذموه واتهموه بما ليس فيه فأراد أن يدافع عن نفسه فأخبر أنه اشترى بئر رومة سقى المؤمنين حتى يعلم الناس فضل السقيا. وهذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاء لبني عبد المطلب وهم أبناء عمومته ويسقون الناس من ماء زمزم، والناس يومئذ عندما يستسقون ماء زمزم الوضع آنذاك كان يعني يجعل الناس يشربون بأي طريقة كانت، فيضع الرجل يده في نفس الإناء ويشرب ويأتي الآخر. فقال صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان على السقيا اسقني، والحديث في البخاري قال اسقني، فالعباس أراد أن لا يشرب النبي صلى الله عليه وسلم مما يشرب منه الناس لأنهم يضعون فيه أيديتهم، قال يا فضل، فضل ابنه، اذهب إلى أمك وأتي من عندها بشراب من بيتها. يريد أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء يرى العباس أنه أنظف لا أرقى. فقال عليه الصلاة والسلام لعمه العباس اسقني، قال يا رسول الله إنهم يضعون فيه أيديهم، قال اسقني يعني أرح عليه. ثم شرب، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم على عمل صالح، أي يبقوا على ما أنتم عليه. ثم قال لولا أن يغالبكم الناس لسقيت معكم، يعني لو أنا سقيت نزلت من كان على بعيره وسقيت معكم الناس كل الناس تريد أن تتأسى بي فيزدحم المكان، لا يمكن أن نقوم بالأمر لأنه أسوة وقدوة. فقال لولا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم، يعني هذا شرف لا يأنف منه أحد. فإذا كان نبي الأمة ورأس الملة وخير الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لأبناء عمومته لولا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم، فمن باب أولى أن الناس يكونوا تبعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم في حفر الآبار. ثم صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن أمورا تنفع المؤمن في قبره، تنفع المؤمن في قبره، قال عليه الصلاة والسلام من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له.
فعد منها صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البزار بإسناد حسن من حديث أنس نصا، قوله عليه الصلاة والسلام: من حفر بئرا فحفر الآبار يجري به الأجر على العبد وهو في قبره، يجري به الأجر على العبد وهو في قبره. فأي فضل أعظم من أن الإنسان يتقي مصارع السوء، ما يأتيه من ذنوب يكفر، يقبل على الله والله راض عنه، في ظلمة القبور تأتي الصدقة تذهب عنه حر القبر،